3 billion human lives ended on August 29th, 1997. The war against the machines. الصناحة فادي بلاش تدزز حالي لأشوف أنا وين منصب، وتذكر دغري بتشوف بالفيلم أوقات أنه بينصاب الواحد وما بيعرف شوي ببلش يطلع الدم. عشت السيناريو أنا، صرت طلع هيك وين بده يطلع الدم، وين بده يطلع، أي ساعة بده يطلع الدم. خيال أمي خيال أمي بين المغدور محمد الموسى المغدور؟ أي بالنسبة لله ليه سميته مغدور؟ من نهاية توفى، بس ما بقتل بهالطريقة. قد ما كان في انفعال يعني بأول طلقة 2-3، بس كانت كمية الطلقات كتير كبيرة. أنا قبل ما أتوكل بقى 48 ساعة أنا شفت الفيديو على أحد المحطات، حقيقة ما أنعني. شو اللي ما أنعني؟ ما أنعني يعني المشاهد كلها ما مركبة، أو مشاهد كانت مش متجانسة مع بعض البعض. مش بس أنا، الملايين يعني في فريق تعاطفي. لا انا لو انا لو محاميهم ما بعرض، انا لو محاميهم ما بخلي الفيديو معرض حقيقه، لانه الشارع انفرز. ربيع ما تزعلي مني، مش عم نحكي حقيقه. لا حقيقه الشارع انفرز. لا ما انا بدي احكي انا شو صار معي. الشارع السوري الشارع العربي مغلق بابه مغلق بابه. صيت قلت له انا على خطه حقيقه، يعني انا بالنهايه بدي اقول لك شغله بدنا نحافظ عليها كمان، ما هيدي نجمه لبناني، ما فينا كمان نخرب لها بيتها. انسى انا شفت الفيديو على احد المحطات، حقيقة ما أنعني. شو اللي ما أنعني؟ ما أنعني يعني المشاهد كلها ما مركبة، أو مشاهد كانت مش متجانسة مع بعض البعض. مش بس أنا، الملايين. رحنا هو القضاء، القضاء اللبناني هو اللي بده يقول بالأخير إذا هو سارق أو لا. شو قال القضاء اللبناني؟ لهلأ بيقول، لهلأ القضاء اللبناني بيقول حسب أنا تقديراتي ومعلوماتي أنه في دخول على بشكل مش طبيعي. ما بدي أقول أنا بشكل مش طبيعي. إيه مش طبيعي. هلا الظروف القتل جوا كيف صارت فيها شبهات. طب قانونيا خليني نقطه نقطه، دخول منزل، اقتحام منزل بشكل غير طبيعي، شو يعني شو مخرج القانون؟ انا ما بدي ارجع افتح جرح، انا بدي ارجع افتح جرح عند نانسي. بدي اقول اول شيء انا عندي ملاحظات. انا من الاساس ليش بدها تنعرض الفيديوهات؟